الولايات كحكام أمارات هو راجع علينا قبل، ونحن علينا المسؤولية فيه قبل أن تكون المسؤولية على عاتق أمتنا وعلى عاتق شعوبنا، لأن أمتنا وشعوبنا ينتظرون منا الأشياء التي يسعدون فيها، لأنهم يؤمنون أن نحن كلهم قادة، وينتظرون منا أن ننجرهم إلى ما هو أحسن وننقلهم إلى ما هو أفضل. الشعب في دولة الأمارات أصبح الآن يؤمن بالاتحاد ويؤمن بالتآزر والوحدة، ولا يرضى ولا يقبل أن يكون هناك بديل بعد الاتحاد، لأنه وجد من الاتحاد كل الوسائل التي يحتاجها الإنسان حضره، كل الوسائل أصبحت موجودة التي كان يفقدها ابن دولة الأمارات، ما يراها بعينه إلا إن طلع في الخارج أصبح يجدها هنا في دولة الأمارات. كان من مثلا الصحة أصبحت المستشفيات والعيادات في المدن وفي القرى وفي كل أرض تقطن فيها حفنة من الناس،